تونس من أولى الدول اللي دخلت الإنترنت في نظامها المعلوماتي من 1991، أول دولة عربية وإفريقية لدخل الإنترنت. تم اعتماد الإنترنت في 1996 من طرف الدولة التونسية. بقى مع الأسف إنه هالاستعمالات هذه تم الانحراف بها. هي وسائل التواصل الاجتماعي اسمها تواصل اجتماعي وليس انحراف اجتماعي، وكي يكون فما انحراف اجتماعي شهدنا في الفترة الأخيرة تفسخ أخلاقي كبير واعتداء على حقوق الغير، اعتداء على الأخلاق باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي تقريبا الفيسبوك، الانستغرام وتيك توك. وشهدنا في الآونة الأخيرة محاكمات على مقتضى فصول قانونية. هي الفصول القانونية هذه فما فصل في مجلة الاتصالات اللي هو الفصل 86 من مجلة الاتصالات اللي عاقب من عام إلى عامين سجن وخطية نجم من 50,000 دينار حتى 100,000 دينار. فما كذلك وقع استعمال الفصل 226 من المجلة الجزائية والفصل 226 مكرر اللي أضيف في المجلة الجزائية سنة 2004، والعقوبات فيه بالنسبة للتجاهر بما ينافي الحياة أو التجاهر بفحش كما يقول النص القانوني هي 6 شهور. كذلك بالنسبة ل 226 مكرر نفس الشيء، فما خطية ب 1,000 دينار وكذلك سجن 6 أشهر. وأدخل في تونس لأول مرة مفهوم اسمه مفهوم التحرش الإلكتروني، باعتبار أنه الفصل 226 المكرر اللي يحكي على التحرش يقول بأي وسيلة سمعية بصرية أو إلكترونية. لكن احنا إلى حد الآن طالبنا العديد مرات كرجال قانون تنقيح الفصول القانونية لتواكب، هي بين ظفرين، لتواكب الجريمة المستحدثة على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة التفسخ الأخلاقي والاعتداء على الأخلاق الحميدة. وهل المبادرة التشريعية لابد أنها تتجسم في أقرب الأوقات باش القاضي الجزائي لا يجد حرجا عند تطبيق النصوص القانونية، لأن النصوص القانونية الحالية هي نصوص كلاسيكية. لكن لابد أن نذكر وأنه كما اللي يصير في الواقع من قذف، من اعتداء على أخلاق حميدة، يتجسم في الواقع الافتراضي. في صورة ما إذا التيك توكر أو التيك توكرز أو الانستغرامر أو الانستغرامرز أو الفيسبوكر يقوم بتدوينة غير أخلاقية ولا محتوى غير أخلاقي، ونجي أنا شخص عادي ونقول جامي جو بارتاج، معناتها أنا وثقتك الشخص ذاك على المحتوى الأخلاقي، وبالتالي نجم نلقى روحي مساءلة جزائية في نفس الإطار ونفس الموضوع ونفس العقوبات مع الفعل الأصلي. وبالتالي ينتبه شبابنا الكلمة جامي جو بارتاج في محتويات، في بعض الحالات تكون محتويات خطيرة وتنجم تعرضوا إلى عقوبات شديدة وشديدة سجن، وتنجم توصلنا للفصل 72 وتنجم توصلنا للفصل 131 اللي فيه عقوبات شديدة شديدة غاية وليست جنحا بل هي جنايات. وخلينا نفسر بالنسبة للجنح والجنايات. الجنح هي اللي العقاب فيها ديما أقل من 5 سنوات، الجنايات هي اللي من 5 سنوات إلى الإعدام. وتعرف بث الرعب بين السكان ولا أحداث الهرج ولا أحداث أي حاجة راهو ينجم يشكل جريمة ضد الأمن العام. الأسرة عندها دور كبير في توعية وتربية أبنائها، ثم دور منظمات المجتمع المدني، ودور منظمات المجتمع المدني وجميع الأطراف المتدخلة، باعتبار أنه هناك خطورة بمكان لو أنه يتسلط ذلك المحتوى على طفل. وهنا حتى مجلة فما في قانون عدد 58 لسنة 2017 يحكي على الاعتداء على الأطفال، وفما حتى تهمة اسمها إفساد الشبيبة وتحريض قصر على الفجور. كذلك هي جنح خطيرة النجم نستعملها في مثل هالحالات هذه. وبالتالي دور المجتمع أنه يحافظ على القيم المجتمعية، ودور المجتمع المدني، ودور الأسرة، وجميع كل هياكل الطفولة المتدخلة، باعتبار أنه منذ الصغر لازمنا نربيو صغارنا أنه ما يسبوش غيرهم، ما يعملوش محتوى غير أخلاقي، ما يعتديوش على أخلاق الحميدة. كي نربيوهم من الصغرى ونغرسوا فيهم هالقيم متاع المواطنة